أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم المظاهرات وهل هي من الجهاد في سبيل الله؟ المظاهرات لا فائدة فيها، هي فوضى، هي من الفوضى. وماذا يضر العدو إذا تظاهر الناس في شارع من الشوارع ورفعوا أصواتهم؟ بل ربما أن هذا يفرح العدو فيقول إنه قد أساءهم وقد ضرهم، يفرح هذا العدو. الإسلام دين السكينة ودين الهدوء ودين العلم، ما هو دين الفوضى والصخب، إنما هو دين يتوخى السكينة والهدوء مع عمل الأعمال المفيدة والمجزية من نصرة المسلمين والدعاء لهم وإمدادهم بالمال والسلاح، هذا هو المجزي، والاحتجاج لهم عند الدول بأن يرفع عنهم الظلم ويطالب الدول التي تزعم الديمقراطية، تطالب بأن يعطى هؤلاء المسلمون حقهم وحق الإنسان اللي يقولون يتبجحون به. لكن هم عندهم أن الإنسان هو الكافر، أما المسلم عندهم ليس إنسانا بل هو إرهابي، يسمون المسلمين إرهابيين، والإنسان الذي له حقوق هو الكافر عندهم. فعلى المسلمين أن ينهجوا منهج الإسلام في هذه الأحداث وغيرها. الإسلام ما جاء بالمظاهرات والصخب رفع الأصوات أو تدمير الممتلكات أو الاعتداء، هذا كله ليس من الإسلام. نعم، ولا يفيد، ولا هذا يضر المسلمين ولا يضر العدو، لا يضر المسلمين ولا يضر عدوهم، بل عدوهم يفرح بهذا ويقول: أنا قد أثرتهم وأنا قد أغضبتهم وأنا قد أثرت فيهم